أهلا وسهلا فيكم بمدرسة خدموس الدولية. المدرسة هي الابن الجديد لمؤسسة سابس التربوية العالمية. اليوم مؤسسة سابس بتدير مدارس بأكثر من 20 دولة بالعالم، منها مدارس شويفات حضرتكم تعرفوها، صار لها 15 سنة موجودة بالعراق بالشمال. واليوم المدرسة هي أول مدرسة لشركة سابس ببغداد. إن شاء الله نحن نسعى إلى يكون في عنا مدارس بكل المحافظات بالعراق، وقريباً رح يكون عنا مشاريع أخرى كمان ببغداد. إحنا تابعين لمؤسسة سابس. سابس مؤسسة عمرها رح يصير تقريباً 140 سنة. سابس بلشت بقرية بلبنان، بقرية شويفات، كانت أول مدرسة، هي المدرسة الأم. منها انطلقت لأنه المدرسة لاقت نجاح كبير، انطلقت بباقي مدارس، يعني باقي مناطق لبنان، بعدين انطلقت عربياً، بعدين عالمياً. إحنا هسه حالياً منتشرين بخمس قارات بعشرين دولة، عندنا ما يقارب تقريباً 76 ألف طالب. يعني وطموحاتنا طبعاً إنه هاي المدرسة ننشرها بجميع أنحاء العراق. طبعاً هي أوريدي موجودة في كردستان، عندهم كذا مدرسة هناك. شركة الأم سابس اللي تملك خدموس الدولية هي عندها مؤسستين تعليمية، شويفات الدولية وخدموس الدولية، وهذه تابعة إلى سابس، وهي شركة وهي مؤسسة تعليمية من سنة 1886 حقيقة، ومن لها تاريخ ولها مدارس في جميع دول الشرق الأوسط. مع الأسف العراق بها بيروقراطية غير طبيعية حقيقة كلمة تقال. المؤسسة سابس قابلة دولة الرئيس وقدم لهم كل الدعم بالعراق حقيقة، ورئاسة الوزراء وحتى وزير التعليم معالي وزير التعليم أيضا. مع ذلك الطبقة الوسطى في الإدارة حقيقة يوجد مشاكل، ونطمح أنه رئاسة الوزراء ومعالي وزير التعليم يساعدنا بالعراقيل الأخيرة في هذه المشروع. المشكلة يعني انه النظام الالكتروني شلون الاولاد يتقبلوه، شلون الاهل راح يتقبلوه. احنا لانه مو جديد علينا، لانه صار له تقريبا 10 سنوات، فكان شيء كل السلس، يعني كل سهولة صار. حتى امتحاناتنا لما صارت امتحانات الاونلاين بالبيوت مالتهم الاولاد كان شيء كل السلس، لانه متعودين عليه، الكادر مالتنا متعود عليه، مدرب عليه. الطلاب حتى قبل لا يسوي امتحان ندربهم عليه شلون يسووه، لانه يعني خاصة الاعمار الصغيرة. فالحمد لله مشت بسلاسة جدا، يعني هاي خلصت السنة والحمد لله ناجحة.